بالنسبة للاحتفال في عيد القديسة بربارة بيعملوا لها اللي هي طبيخ عبارة عن القمح اللي احنا عملناه وهلأ بنورجيكم اياه موجود كيف مصبوب في الصحون، وهو عبارة عن المكونات الأساسية اللي هي القمح، والقمح بنسلقه على النار بعد ما نكون منقبينه ومنطفينه، وبس تستوي حبة القمحة بنحط معاها المكونات الأساسية الثانية اللي هي عبارة عن زبيب، جوز، لوز، زنجبيل، قرفة، شومر، جوزة الطيب، هاي الشغلات كلها بنحطها مع بعض المكونات على النار، وبعد ما تستوي بنحطها في علب صغيرة أو في مرطبانات أو تبرورات وبنصير نوزعها على بعض وبنزوقها بنزينها. مرة في ناس بتزوق برضو بالملبس وبتحط زبيب وجوز ولوز برضو على وجه الصحن. تاني يوم بياخدوا صحن من سيدة بتكون طبخة البربارة وبدخلوا جوا على الهيكل في الصلاة، بيكون المطران أو الخوري بيصلي على هذا الصحن كنوع من البركة، وبعديها الناس بتطلع من الكنيسة واللي عامل البربارة بصيروا يأكلوها، فبكونوا عدا طابخينها قبل بليلة قبل بيوم. فهي معروف إنه حبة القمح هي البركة، وإنه القمحة إذا ما اندفنت في الأرض مش رح ترجع تطلع سبلة جديدة. بنحتفل في عيد الميلاد بتكون في إقامة صلوات، وعشان نحسس الأطفال بوجود السيد المسيح وإنه إجا إله المحبة وإله السلام، إحنا بنرتل عادة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والناس الذين في قلوبهم المسرة، فجاي للسرور للخير ليجمع الناس كلها مع بعض على المحبة على التفاهم على عدم البغض على التسامح.